حد في وشك. معلش طب اهدى بس. الله خلصني. طب ما انا مستعجل انا كمان. لا لا يلا يابا. مش حبيبي. نعم مش حبيبي يا عم. يلا بقى خلص يا عم خلص بقى خلينا نمشي. لا 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 الله. طب تعالى يا عم تعالى. بقول لك لازم اجي فين. تعالى بس ما تخافش. تعالى ما فيش ولا روح يا محمد. خلاص يا عم والله العظيم هديك بعد في خدمتك. خلاص خلاص خد يلا بره. خلاص طب بره. طب ثانيه بره بره. ما فيش ما تقولش ثانيه ولا تف. السلام عليكم. عندك فراخ بلدي؟ عندي. يلا يابا يلا يا عم النهارده انا مستعجل شويه. خلصني يا عم خلصني يابا. تمشي بتدور تمسك وريني هو مرعش. وريني دي ايه دي؟ لا بلد ايه ده بلد ايه يا عم؟ شوف لنا فراخ عدل زي الناس يا عم. دي فراخ 100 100 يا عم. يا عم شوف لنا فراخ عدل زي الناس. انا عصب يا معروف يا عم. فراخ بلد انا عصب. لا لا شوف في ايه دي؟ امال دي فراخ ايه دي؟ فراخ حمرا يا عم. نعم وريني وريني يابا. يلا يا عم بالراحه يا عم. انت اللي بالراحه يا عم الحاج. يلا يا سيدي وريني ايه دي؟ يا عم شوف لنا فراخ زي الناس يا ابو عم معروف. عندك بط؟ في بط؟ وريني البط يا عم. وريني البط. تعالى يلا يابا. يلا يا عم يا عم يلا انا مستعجل وعصب يا عم معروف. يا عم بالراحه يا عم الحاج. انا عصبي ومش مستعجل حد يكلمني. الله يخليك. يلا يا عم وريني فين. انت لسه بتدور يابا؟ يا عم خلصني يا عم اعمل معروف. ايه يا عمي البط انا اهو. طيب وريني اهو. ده ايه ده يا عم بط؟ بلدي بالصلاه على النبي يا عم. كويس اللهم صل عليك يا نبي. شوف لنا بطاطا زي الناس يا عم. هي دي حلوه يا عم. في ارانب؟ طيب ورينا الارانب. يلا يا عم خلص النار. يا عم دي ارانب ايه؟ ارانب دي فران يابا. دي ارانب دي يا عم. فران يا عم الحاج. يا عم دي فران يابا. انا عايز ارانب زي الناس يا عم. يا عم يا عم الحاج. يا عم انا بقول لك انا عصب يا ابن معروف. يا عم دي فران دي يا اهي. يا عم ده ارنب ده يابا. ده ارنب اكل منين ده يا عم؟ بقول لك انا عصب يا ابن معروف ومش مستعمل حد يكلمني. بص انا ده انا صاحب المحل يا عم. اتكل على الله يا عم. عم في ايه يا عم؟ يا عم انا عايز معايا ولا ايه؟ لا لا بقول لك ايه يا ابن معروف. انا عصب ومستعمل حد يكلمني. يا عم اتكل على الله. انا حاجه انا انت مش عايز ايه يا عم؟ انت مش عايز تبيع؟ مش هبيع يا عم الحاج. طب بالراحه بالراحه. السلام عليكم. عندك ورده؟ هات ورد. انت استنى بس لسه هتجيب ورد من فين. هات شاديه موجوده. هات شاديه. عبد الحليم طيب. عبد الوهاب. اي حد فاضي فيهم هات وخلص بسرعه. عايز اي شريط فاضي اي شريط مليان اي حاجه خلص. يلا ده كويس ده. ده مين دي؟ دي ورده. طب هات كده وريني شاديه. انت لسه هتنقي فين فوق؟ هاتك انا هديك ايه بالظبط. هات اي حاجه في اوام. عندك عبد الحليم؟ في عبد الحليم وعبد الوهاب. الفاضي منهم هات. يلا خلص الشريط. اي شريط خلص بقى. عايز فاضي ولا عايز مليان؟ انا عايز اي شريط خلصني. عايز اسمع. انا ايه اللي انت عايزه؟ هات عبد الحليم. خد انت لسه هتجيب عبد الحليم. هات عبد الوهاب لو هنا. انت حضرتك عايز ايه؟ عايز عبد الحليم عبد الوهاب ورده شاديه اي حد من عندك. خلصني. عايز ورده ولا عايز عبد الحليم؟ اي حد كبير نكلمه حتى اي حاجه. خلصنا خلصنا يا عم. ازاي تكلمه ازاي يعني؟ طب خلص هات اي شريط. حضرتك عايز شريط ولا عايز نتكلمه؟ انا عايز شريط. انت باين عليك بترغي كتير. انا عصبي. حضرتك انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايز اي شريط خلص. طب حضرتك اخر الشريط اهو. اي شريط بس سمعوني بقى كده اهو. انت لسه هحطه في التسجيل. شوف لي شريط غيره. شوف لك ازاي انا. طب شوف لي شريط غيره. بلاش تحطه في التسجيل. يلا اتصرف. اي شريط؟ اي شريط بقى. شريط اي شريط. اي شريط اخده ده واروح يعني. سمعوني وريني الشريط اللي جنب منه قبل ما تسمعه. انت حضرتك عايز ايه بالظبط؟ انت بتخلي عليا ليه يا عم؟ انت هتكسر الشرايط كده. انت عايز ايه؟ انا عايز اي شريط. سمعني. طب شريط من اللي عندك دول جوه. اي شريط؟ اي شريط سمعهوني. انت لسه بسرعه بسرعه يعني. هو حضرتك انت عايز ايه يعني؟ عايز شريط. انا اجيب لحضرتك شريط. هات عبد الحليم. هات عبد الحليم. اخر حاجه عبد الحليم. عبد الحليم اخر حاجه. انا اخر اغنيه على عبد الحليم. هات. طب عبد الوهاب حتى بعدين بقى. ما تخلص اصل حضرتك مش باربع ايدين يا. ما انت لك عيب كده كتير. انا مستعجل. عايز عايز شريط عبد الحليم. عبد الوهاب مفيش عبد الحليم. طب هات عبد الوهاب. هات عبد الوهاب. اشمعنى مفيش عبد الحليم؟ ما انت قلت لي عبد الحليم موجود من شويه. حضرتك ولا بديهولك انت مش عايزه. طب هات عبد الوهاب. يعني في عبد الحليم ولا مفيش عبد الحليم؟ انت عايزه بالظبط. في عبد الحليم ولا مفيش؟ عايز ايه؟ انا عايز عبد الحليم. مفيش عبد الحليم. طب هات عبد الوهاب. مفيش عبد الوهاب. طب هات احمد. انت عايز احمد بينا؟ انت عايز ايه؟ اي حاجه. عايز شريط. عايز اسمع بس. انا دماغي مش يعني. هو النبي انت مجنون ومش مش طلبان. مجنون بس ما تغلطش. طيب توكل على الله. طيب ما تغلطش. طيب توكل على الله. عايز ايه؟ انا عايز عبد الحليم. مش هبيع. طب عبد الوهاب. يا عم انا مش هبيع. طب وهاب. انا فاتح المزاج. ده فاتح مزاجك؟ في حد في الدنيا بس انا بقى فاتح المزاج. توكل على الله. طب بالراحه. طيب ما انا هكلمك. ما احنا مع بعض بس. احنا مع بعض بالراحه. ناخد وندي في الكلام. انت عايز ايه؟ انا عايز عبد الحليم. انا بقى مش هبيع. طب ابو وهاب؟ مفيش ابو وهاب. طب ورد؟ مفيش ورد. طب ام كلثوم؟ يا عم النبي توكل على الله. ما تزقنيش يا عم. توكل على الله والنبي. ما تزقنيش عشان انا مستعجل. طيب انا مستعجل. الله. انا مستعجل بس. انت باين عليك انت مجنون ومش عايز تبيع. انا مجنون. طب تعالى. هتعمل ايه طيب؟ هتعمل ايه؟ ادي ابو وهاب. لا ابو وهاب انا عايز عبد الحليم. انا عبد الحليم. والنبي يا عم توكل على الله. طب هات بقى خلاص. مش عايز الشريط. توكل على الله. انا مش عايز الشريط ده انا. الله. انا مش هبيع. انت هتسمعني على كده. توكل على الله. انت هتسمعني.
ما تزقنيش كده يا محترم. انت عايز ايه طيب؟ انا عايز ابو حليم. والنبي انت زهقتني وتوكل على الله. والنبي توكل على الله. انت هتضربني يعني؟ يا عم انت ما تستخنش. هتضربني ما تس... يا كابتن انت بعت ابو هاب. خلاص اخر كلام يا عم توكل على الله. انت همتني توكل على الله. اخر كلام. طيب اخر كلام. هات هات ابو هاب. هات ابو هاب من جوه. انا شفت الشريط بتاع ابو هاب جوه هنا اهو. والنبي بص دماغك. توكل على الله. ما تبص لدماغي يا عم. لا لا طب بص بص بص. 2 كيلو اعمل معروف بسرعه يا عم. شويه يا عم يا عم بالراب بسرعه شويه. انا مستعجل يا عم الحاج. وبعدين انا عصب يا ابن معروف ومش مستعجل. انا نفسك يا باشا. انا مش مستعمل يا ابن معروف. خلصت. طب ماشي. ايه ده ايه ده؟ انت وريني انت حطيت ايه الاول. وريني حطيت ايه يا عم. بسرعه يا باشا. يا عم وريني الاول. انا هاخد ده مش برتقان يا عم. ده مش برتقان ساعتها يا عم. عايز برتقان زي ده. بسرعه ده ولا لا؟ ايوه بسرعه. بس انا عايز زي ده. بس انت عايز ايه؟ نقي نقي. يلا يا عم يلا اقرب بسرعه شويه. 2 كيلو. تعالى وريني انت حطيت ايه الثانيه دي. وريني يا عم المعروف. الله في ايه مالك؟ حتى كل مش برتقال. ايوه برتقال. بس اشوف عايز ايه تاني. ما تحط لي اي حاجه وخلاص. حاضر. عم وريني الموز. طيب وريني الموز. موز ولا برتقال؟ ورينا الموز يابا. لا ايه ده؟ لا مش دي. لا مش دي يا عم. مش دي. شوف لي اي حته تاني. يلا يابا. من اني يا باشا؟ نعم. من اني فين البرتقال؟ انا مش قلت لك عايز برتقال الاول؟ انت قلت موز ولا برتقال؟ يا عم قلت برتقال الاول وبعدين الموز. خلص يا عم معروف. يلا يابا خلص يابا. ايه دي ايه دي ايه دي ايه دي ايه دي يا عم دي؟ ايه يا عم اللي انت حاططها دي؟ ايه يا عم دي يا عم؟ انت عايز ايه يا عم؟ عايز برتقال. استنى واحد. السلام عليكم. سلام. عندك ورد ولا في ايه ولا بتاع؟ في ورد. في ورد حاجه. عندك ورد ايه موجود؟ في ورد بلدي وفي بلدي. في بلدي. في بلدي. هات لي ورد بلدي وريني كده. بس تعالى 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 خلاص. هاخدش اجيب من جوه ولا ايه؟ في جوه ورد بلدي؟ في بلدي. ما بتحطوش بره ليه؟ ما هو لسه بنطلع الفرشه. طب عندك ايه تاني غير البلدي؟ عندي قرنفل. وعندي وريني القرنفل. يا عم تعالى 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 تعال. برضه جوه القرنفل. امال انت حاطط بره ايه؟ ما هو حضرتك اللي انت عارف. ايه ده؟ جلاديوس اهو. جلاديوس. في داليا؟ في كل حاجه. داليا موجوده؟ اه. وهبه موجوده؟ هبه مين؟ اي حاجه موجوده. هات لي ورد من جوه بس. انت جاي تهزر ولا جاي تشتري؟ يا عم بس بسرعه. انا عصب الله يكرمك عشان في راجل عيان هنودي له الورد ونخلص. طب يعني اجيب لك ايه؟ ما تجيب من جوه. لسه هتجيب من جوه. كل ما اجي اروح تقول لي هجيب. ما انت بتشتري ولا جاي عايز ايه؟ انا جاي اشتري بس انت اللي لسه هتعطلني. طيب هتعمل لي عطل. هو اللي قدامك. يعني هو اللي قدامك. ما تتكلم كويس يا عم معانا. هو ده ايه بس؟ مش عايز. ما انا بيع لك. السلام عليكم. عندك سندوتشات ايه يا باشا؟ كل حاجه. نعم؟ يا عم خلصني يا عم. انا مستعجل وعصب يعمل معروف. عندك سندوتشات ايه؟ كبده سجق. كبده وايه؟ يا عم خلص قول لي على طول اللي عندك ايه؟ كبده همبرجر شيز جمبري مخ. جمبري؟ جمبري. وريني الجمبري شكله ايه؟ يلا يابا. بيتعمل فين؟ لسه هستناك لما تعمله؟ عمر اجيب لك حاجه تاني؟ نعم؟ اجيب لك حاجه. وريني الكبده طيب. وريهاني الاول عشان انا بحب اشوف الحاجه اللي هاكلها. الكبده ايه؟ يا عم خلص يا عم. انت هتقعد كبده واحد. اه. بلاش الكبده. لا لا لا. وريني السجق شكله ايه؟ يلا يا عم يلا يا عم خلص يا عم. انا عصبي انا عصبي ومش مستحمل. طب ما حضرتك اجيب حاجه. عايز عايز سجق. وروني شكله ايه؟ السجق اهو موجود. يلا يا سيدي يلا. ده ايه ده؟ ده سجق. وريني الكبده بقى. يلا يابا. يا عم خلص يا عم. عم معروف انا مستعجل. وبعدين انا عصبي ومش مستحمل يا عم معروف. اعمل لك ايه دلوقتي؟ يعني خلصت على طول يعني تخلصت يعني تجيب لي اللي انا طالب على طول. بالراحه. نعم. يا عم انت مالك انت؟ انت في ايه؟ انا عصبي ومش مستعمل حد يتكلم معايا كلمه. ما هو الراجل شايف شغله. تسكت انت عامل معروف. عايزين نتكلم مع الراجل. لا 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 كل انت خليك في اللي انت فيه. وريني يا عم الكبده اللي عندك. الكبده ايه موجوده؟ ايه اللي واقف؟ لا لا الا الله. ومالك انت في ايه؟ بتكلم انا مع الراجل. وبعدين ده بياع لازم يستحمل لا مؤاخذه. بعدين انت عصبي. يا عم انا عصبي. انا عصبي طبيعي كده. مش عايز حد يتكلم معاك خالص. خلص يابا. خلاص خلاص. عايز سندوتش كبده. يلا يا عم. جاهز الكبده. فين ده؟ واحد سجق. يا عم ده هتلاقيه اصلا اللي عايز كبده. خلاص يابا انت لو النبي عندك كلمه حلوه قولها. ما عندكش كلمه تسكت انت خالص. يلا يابا خلص يابا. يا عم السجق. يلا يا عم انا عصبي ومش مستعمل حد يتكلمنا من معروف. ولا حد عمال بيتنطط في الشارع. يابا باين عليه ده. يلا يابا مالكش دعوه انت عامل معروف. خلص خلصني يابا. كل سجق جاهز. هات لي السكينه يابا. لا فين السكينه؟ السكينه ايه يا عم انت بتوكل على الله. يلا يابا خلص يا عم. انت في ايه؟ في ايه؟ اهو يا عم خلص. في ايه مالك بقى؟ مالك انت؟ يا عم خلص يومك ده. انت متضايق؟ متضايق. عايزك ايه مني؟ انت زعلان في حاجه؟ انا عايز انت بياع واقف لازم تسمعيني. انا طلباتك تجاوب على كل طلباتك مجاوبه. يلا خلصني. تاكل فين؟ خلصني يا عم. كده كده تاني يا عم خلصني اللي قلت لك عليه. هتقول مش هتمشي ولا بقى؟ خلاص بقى معايا.